السلام عليكم. هنا عندنا جزء من الطريق السيار اللي يربط مدينة سكيكدا بمدينة بطريق السيار شرق غرب. إذن هذا هو جزء يعني تم انتهاء الأشغال به. هنا عندنا مدخل. إذن هنا عندنا المدخل اللي انتهت الأشغال به، ولكن الطريق في حد ذاته راه مازال إذن هذا هو المدخل نتاع طريق السيار اللي يدي الميناء سكيكدا عبر الحروش، يمر على الحروش، لكن غير مكتمل، كان غير الدخلة برك اللي مخدومة، وكذلك محطة مازال محطة بوكارون هاي هنا مازال ما فتحتش او مفتوحة. هاي مفتوحة، نشوف اللي راهي فيها الناس، لكن المدخل ما عرفناش المدخل تاعها وين. على اي حال هذه هي المحطة المتعددة الخدمات نتاع بوكارون اللي جاية عند المدخل نتاع الطريق السيار اللي سوف يربط إذن طريق السيار شرق غرب بميناء سكيكدا، واللي هذا الطريق راه قيد الأشغال، مازال ما انضبطتش الحركة المرورية فيه. إذن هنا نشوف إذن المحطة راهي منا محطة بوكارون، المحطة المتعددة الخدمات راهي منا، ممكن نطلعوا لها. إذن هذه هي محطة بوكارون من هنا. بما أنها هي المحطة الوحيدة بين قسنطينة وسكيكدا، نروح نشوفوها. إذن هنا محطة بوكارون، نروح نشوفوها. المحطة تاع الشاحنات، مركز يعني الموقف تاع الشاحنات. وهنا عندنا محطة للتزويد بالكهرباء للسيارات الكهربائية. وهذه الجهة عندنا محطة للتزويد بالبنزين وكذلك بالجي بي ال غاز مميع. إذن هذه هي محطة، مازال ما احنا فيها أجزاء ماشي مكتملة. إذن هذه هي، وهنا فيه خدمات، إذن هذا هو المحطة. هذه هي، ونلاحظ إنه فيه أماكن لأخذ
إذن هذه هي محطة بوغارون. فيها حتى محطة لعب الأطفال. كاين بنجيسان. ومراحيض إلى كل الخدمات يعني اللي يحتاجها أصحاب المهاجرين. هذه هي نشوف استغفر الله يا رب، استغفر الله، استغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ونحاول إذا نكتفي بهذا القدر. خليكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.